أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العلي العظيم أولا في ليلة القدر نزل على قلب رسول الله خاتم الأنبياء حبيب الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله القرآن كله وعندما أقول نزل القرآن كله لا أقصد نزل هذا الشيء الذي هو بأيدينا فقط هذا الذي بأيدينا كلمات القرآن الكريم حروف القرآن الكريم نعم هذا نزل كله في ليلة القدر ولكن تفاصيل القرآن الكريم نزلت في ليلة القدر على رسول الله كل تفسيره كل تأويله كل آثاره كل شروطه كل ملاكاته كل القرآن بما يتضمن من 70 بطنا بما يتضمن من 700 بطن كل القرآن الكريم بعد تهيؤ عظيم جدا هذا الشيء ليس بالسهل هذا الشيء يحتاج إلى مقدمات يحتاج إلى تهيؤ الله سبحانه وتعالى هيئ بعد أن هيئ أنزل هذا الشيء الكامل الكامل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة القدر (تصفيق)
ولعله لا يوجد قلب يتمكن أن يتحمل في ليلة واحدة هكذا شيء عظيم إلا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي يقول عنه مولانا وسيدنا صاحب الأمر أرواح العالمين فداه: قلوبنا أوعية لمشيئة الله. وفي ليلة القدر أيضا نزل قرآن ثان، قرآن ثاني. ما هو القرآن الثاني؟ أصلا عندنا قرآن ثاني؟ بحسبة بسيطة جدا نعرف أن في ليلة القدر نزل نور فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. مولد الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها الشريف على المشهور في 20 من جمادى الثانية. فترة الحامل 9 أشهر، نقص فترة الحامل المباركة من 20 من جمادى الثانية، بالضبط يكون في ليلة القدر، يعني في 9، في اليوم، في الليلة 19 من شهر رمضان، أو الليلة 21، أو الليلة 23، هذا هو 9 أشهر. حسبة جدا سهلة، احسب. في تلك الليلة التي الله سبحانه وتعالى اختارها لكي ينقل نور فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الذي أودعه في تفاحة في الفردوس الأعلى، أن ينقل هذا النور من الفردوس الأعلى إلى الأرض. هذه التفاحة التي تضمنت نور فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام أهديت، قدمت، أعطيت حسب تعبير القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا انتقل هذا النور إلى رسول الله وإلى السيدة خديجة في ليلة القدر. ففي ليلة القدر نزل القرآن الصامت، وفي ليلة القدر نزل القرآن الناطق. الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها هي مصدر القرآن الناطق، هي التي تتضمن القرآن الناطق المتمثل في أبنائها الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. وعندما قلت نزل قرآن ثان، هو في صورته قرآن ثان، هو في شكله قرآن ثان، وإلا هو القرآن. لا يوجد هناك قرآنان، هناك قرآن واحد صورة منه قرآن صامت، صورة أخرى منه هو قرآن ناطق. ثانيا، القرآن الصامت نزل مرتين، مرة نزل بصورة دفعوية في ليلة القدر، ومرة أخرى نزل بصورة تدريجية.
خلال سنوات. القرآن الناطق أيضا كذلك نزل مرتين، مرة نزل القرآن الناطق بصورة دفعوية في ليلة القدر عندما أنزل نور فاطمة صلوات الله عليها. المتضمن للقرآن الناطق، ومرة أخرى هذا القرآن الناطق نزل بصورة تدريجية بدءا من ابنها الأكبر الإمام الحسن المجتبى وانتهاءا بحفيدها الأخير المعصوم الإمام حجة ابن الحسن المهدي من آل محمد صلوات الله عليه. وعندما أقول نزل مرة ثانية بصورة تدريجية، الأئمة نزلوا؟ نعم نزلوا. البعض يتصور أن النور الصديقة الكبرى سلام الله عليها وصلوات الله عليها هو الذي نزل من السماء إلى الأرض، لا، كل واحد من الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام نزل نوره. الإمام في الكافي الشريف موجود الحديث الشريف، في مصادر أخرى أيضا الحديث موجود، الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كما في هذا الحديث الشريف. طبعا هذا المعنى الذي أذكره لكم من هذا الحديث الشريف، هذا المعنى مستفيض، ورد في أحاديث عديدة بعبارات مختلفة والمضمون واحد. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المذكور في الكافي الشريف يقول إن الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكا فيأخذ، في بعض النصوص الشريفة أن يأخذ، المعنى واحد، أمر ملكا أن يأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها أباه فمن ذلك يخلق الإمام. كل واحد من الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام نزل نوره من السماء. بعض المقدمات كانت موجودة في الأرض، ولكن هذه المقدمات ما كانت كافية لكي تحتوي نور الإمام. هذه مقدمات كانت، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، هذا الشيء من مقدمات نزول ذلك النور، شيء من المقدمات موجود كان في الأصلاب الشامخة في الأرحام المطهرة، ولكن أصل النور ما كان. أصل النور حسب هذا الحديث الشريف، وقلت لكم راجعوا المصادر الشريفة للأحاديث الشريفة، هذا المعنى مستفيض إن لم أقل متواتر. نعم الإمام نزل، كل إمام نزل. ثانيا القرآن الصامت نزل مرتين، مرة دفعويا ومرة تدريجيا. القرآن الناطق أيضا نزل مرتين، مرة دفعويا بنزول مصدر القرآن الناطق وهي الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، ومرة أخرى نزل تدريجيا بنزول كل واحد واحد من أفراد القرآن الناطق صلوات الله وسلامه عليهم. ثالثا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سماه نورا وسماه النور،
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا هو القرآن الصامت، الله سماه نورا، والله سبحانه وتعالى سمى القرآن الناطق نورا أيضا، بل العبارة أقوى مما قلته أنا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، والمشكات فاطمة صلى الله عليه وسلم. هذا شيء أعظم من النور. مثل نور الله، بعض الكلمات لا نتمكن أن نستوعب حدودها، وندرك بأننا لا نتمكن أن نستوعب حدودها. يعني ماذا مثل نور الله؟ الله سبحانه وتعالى خلق النور فاطمة. عبارة الرواية الشريفة حقا مذهلة، أنا لا أفهم من البداية. أقول خلق نورها من سنخ نوره، يعني ماذا من سنخ نوره؟ لا أعلم، ولكن هذا الشيء المذكور في الرواية الشريفة. طبعا نور الله غير مخلوق. خلق نور فاطمة من سنخ نوره. هاي كلمة سنخ كلمة جدا صعبة، جدا صعبة. كيف لا تكون نورا؟ وخلق الله نورها من سنخ نوره. كيف لا تكون نورا وهي مصدر كل الأنوار، هي التي تضمنت الأنوار من أبنائها عليهم الصلاة والسلام. فالقرآن جعله الله سبحانه وتعالى نورا، هذا القرآن الصامت. والقرآن الناطق جعله الله سبحانه وتعالى نورا، بل بالتعبير الأدق جعلهما الله سبحانه وتعالى النور، وليس فقط نورا، نورا أشياء ثانية أيضا يطلق عليها نورا. القرآن النور، القرآن الصامت، القرآن الناطق النور. هذه النقاط الثلاثة كلمة من ألف كلمة، بل أقل من ذلك، كلمة من آلاف الكلمات. هذه الآلاف من الكلمات بشتى العبارات بمختلف الصور ماذا تقول؟ تقول أن القرآن الناطق والقرآن الصامت لا يوجد أي فارق، أي فاصل بينهما بمقدار شعرة، لا يوجد. الحديث المتواتر عند الفريقين وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الحديث الشريف الذي يقول
في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر فاطمة. هذه أيضا من الكلمات الصعبة، فهمها صعب. لا، نفس الرواية الشريفة تبين أن فهمها غير ممكن، ليس صعبا فقط. كما أن الإنسان مهما كان علمه عظيما لا يتمكن أن يدرك ليلة القدر، لا يتمكن أن يدرك فاطمة. الرواية الشريفة، نفس الرواية الشريفة تبين هذا المعنى. يعني ليس صعبا، غير مقدور أصلا. هذه النصوص الشريفة الكثيرة الكثيرة التي تؤكد تبين بكل وضوح أنه لا يوجد فاصل بين القرآن الصامت والقرآن الناطق. ما الذي أريد أن أقوله؟ هذه كلها مقدمة. أريد أن أقول كلمة واحدة. أريد أن أقول: الله سبحانه وتعالى خالق القرآن، منزل القرآن. الله سبحانه وتعالى خالق عدل القرآن، خالق القرآن الناطق ومنزل القرآن الناطق. ما جعل أي فاصل، ما جعل أي فرق، ما جعل أي إثنينية بين هذين. نحن نقول هذين هما شيء واحد، لن يفترقا، لن لنفي الأبد. يعني لحظة واحدة لا يفترقان، في مورد واحد لا يفترقان. هذا معنى لن. إذا مرة واحدة افترقا لن يفترقا يكون باطلا، والعياذ بالله تعالى. وهذا كلامه الصادق المصدق رسول الله حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. يعني لا في لحظة واحدة ولا في مورد واحد. هذا إرادة الله، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا واقع القرآن الناطق والقرآن الصامت، شئنا أم أبينا. نحن في مجال الاعتقاد الحمد لله رب العالمين، نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نعتقد بعدم الافتراق بين القرآن الناطق والقرآن الصامت. هذا شيء ممتاز عظيم، ولكن في مجال العمل كيف؟ كلمتي التي أريد أن أقولها: الله سبحانه وتعالى ما جعل فاصلا، فلا نجعل فاصلا، فلا نفرق بين القرآن الناطق والقرآن الصامت في كيفية أعمالنا. على الأقل في ظلال أعمالنا، أحيانا عملنا أن القرآن الناطق والقرآن الصامت معا، عملنا أيضا ذلك، ولكن ظلال أعمالنا يوحي وتوحي إلى شيء آخر. يعني ماذا؟ يعني عندما في كل يوم إن شاء الله تعالى، عندما في كل يوم أقرأ شطرا من القرآن الكريم، أجعل مع القرآن الكريم عدل القرآن، أقرأ شطرا من كلمات عدل القرآن الكريم، من كلمات القرآن الناطق. بعض المؤمنين، كثير من المؤمنين في كل يوم مرة، أكثر من مرة يقرأون القرآن، عظيم، روعة. القرآن وحده لا، لا نجعل القرآن وحده حتى في ظلال أعمالنا. نؤسس معهدا قرآنيا، ما أروعه من شيء، ولكن المعهد القرآني يعلم القرآن، وفي نفس الوقت يعلم كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا نتعلم من الآخرين، الآخرين منهجهم منهج ثاني، ثقافتهم ثقافة ثانية، الآخرون عندهم حسبنا كتاب الله، موجود في البخاري، موجود قولوا إمامهم. أنا هذا الشيء عندي خاطئ، أنا هذا الشيء لا أقبله،
أنا ما عندي حسبنا كتاب الله، أنا عندي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وإنهما لن يفترقا، أنا عندي ما إن تمسكتم بهما. أنا ما عندي حسبنا كتاب الله، أنا عندي تمسك بهما بالقرآن والعترة. هذا عندي أنا، أنا ثقافتي تختلف عن ثقافته، هو يمشي في ثقافته فليمشي، هو يؤسس معهدا قرآنيا خاصا بالقرآن، أنا هذا الشيء يخالفها على الأقل أقول ظلال أعمالنا حتى لو لم يكن شيء صريح من أعمالنا. معهد القرآن شيء رائع ما أروعه، ولكن معهد القرآن يعلم القرآن والعدل للقرآن، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نحفظ ونحفظ أبناءنا آيات من القرآن الكريم رائع، ولكن نحفظ ونحفظ القرآن وحده؟ لا. تحفظ في اليوم آية، آيتين، ثلاث آيات، صفحة، أكثر، أقل. احفظ في اليوم حديثا شريفا لعدل القرآن الكريم. أي شيء يكون مرتبطا بالقرآن الكريم نربطه بأهل البيت، فقهاؤنا العظام رضوان الله تعالى عليهم بتعب شديد بجهد جهيد كلما ذكروا القرآن الكريم في مورد في الفقه ذكروا كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. علماؤنا في مجال العقيدة كلما ذكروا آية قرآنية ذكروا حديثا شريفا. نحن نرى بعض الطرق طرق انحرافية، الطرق التي أخذت العقيدة من غير طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا طريق انحرافي، طريق غير صحيح، خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أن تمسكتم بهما. بعض العلوم نرفضها لأجل أنها حاولت أن تصل إلى العقائد الصحيحة من غير طريق أهل البيت. مستحيل مستحيل، وصلوا إلى وحدة الموجود. عندما يسلك طريقا من دون أن يأخذ عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ينحرف. الانحراف بنسبة أهمية ذلك الموضوع، إن كان في مجال العقيدة انحراف في مجال العقيدة يكون، إن كان في مجال الفقه والأعمال الشرعية يكون الانحراف بمقدار أهمية الفقه والأعمال الشرعية، الواجبات والمحرمات وأمثالها. إن كان في مجالات ثانية ففي مجالات ثانية نفس الشيء، الذي لا يؤخذ عن هذا الطريق فهو انحراف. لن تضلوا لا يكون إلا بالتمسك بهما، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإلا المعادلة جدا واضحة، إن لم تتمسكوا بهما معا تضلون. المعادلة جدا واضحة، مفهوم الشرط إن فعلت كذا فكذا، يعني ماذا؟ إن لم تفعل فخلاف ذلك. التمسك بالقرآن الكريم وحده شيء خطير خطير خطير. وأنهي حديثي بحديث شريف مختصر عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث الشريف رواها ابن البطريق في كتاب العمدة، رضوان الله تعالى على ابن البطريق، شخصية مرموقة جدا. يروي هذا الحديث الشريف في كتاب العمدة أهم كتبه، يقول عن سيدنا مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حديث، أنا أقرأ لكم سطرا وشيء من هذا الحديث الشريف، يقول المولى أروع صلوات الله وسلامه عليه: هذا كتاب الله، هذا كتاب الله الصامت، وأنا المعبر عنه، فخذوا بكتاب الله الناطق. خذوا بكتاب الله الناطق، كتاب الله الناطق يتضمن كتاب الله الصامت
هذه أحاديث أهل البيت مليئة بالآيات القرآنية. أصلا من كان يتحدث عن القرآن الكريم كما كان يتحدث أهل البيت عن القرآن الكريم؟ القرآن الناطق يتضمن القرآن الصامت، واضح. الآخرون ما كانوا يعرفوا، ما كانوا يعرفون قراءة القرآن. لا أتحدث عن أشخاص عاديين، عن أئمة من أئمة الآخرين. ناهيك عن عدم معرفتهم بتفسيره، ناهيك عن عدم معرفتهم بمعاني كلماته، هذا شيء عادي جدا. تفسير شيء أعلى من ذلك. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كل كلامهم القرآن. هذا كتاب الله الصامت وأنا المعبر عنه، فخذوا بكتاب الله الناطق. هذا حسب تعبير العلماء الجانب الإيجابي. الجانب الآخر النهي، هذا أمر، فخذوا بكتاب الله الناطق، نهي طبعا، أمر بالترك، وذروا، هذا الذي أريد أن أقوله، كل كلامي هذا، وذروا الحكم بكتاب الله الصامت إذ لا معبر عنه غيري، بدون أن يكون القرآن الصامت أنا أعبر عنه، إذا كان المعبر عنه شخص آخر، ذروا، اتركوا، ابتعدوا. القرآن الصامت وحده لا يكفي، هذا تعبير آخر عما قاله رسول الله أخوه صلى الله عليهما وآلهما، وإن لهما لن يفترقا ما أن تمسكتم بهما. ولذا أمير المؤمنين بكل صراحة يقول اترك القرآن الصامت، اتركه، ابتعد عنه، لا تحكم بالقرآن الصامت إذا كان عن غير طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كل كلامي هذه الكلمة، وذروا الحكم بكتاب الله الصامت إذ لا معبر عنه، عفوا، وذروا الحكم بكتاب الله الصامت، لماذا؟ إذ لا معبر عنه غيري. القرآن بدون أن يكون معه أهل البيت، بدون أن يكون معه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا تأخذ به، ابتعد عنه، لا تحكم به. أنا في جلسة قلت القرآن الكريم هداية أم لا هداية، ولكن هو القرآن الكريم ضلال إن لم يأخذ الإنسان القرآن الكريم عن الطريق الصحيح. البعض قال كيف يكون القرآن ضلالا؟ يضل القرآن يضل؟ قلت نعم، الله يضل، الله يضل ويهدي. أنت تستغرب أن أقول أن القرآن الكريم يضل ويهدي؟ نعم القرآن يضل ويهدي، القرآن يضل، نعم يضل، القرآن كتاب الله، الله يضل ويهدي، نعم القرآن يضل. إن لم تأخذ بالطريقة الصحيحة القرآن الكريم، القرآن يضلك، القرآن خطير. إن أخذت به بالطريقة الصحيحة يهديك. فلا تستغرب أن نقول أن القرآن يضل، نعم القرآن يضل، والقرآن يهدي. الطريقة الصحيحة تهدي، الطريقة الخاطئة القرآن يضله، يزيده ابتعادا عن الله سبحانه وتعالى. نعم طريقة معينة، وهذه الطريقة هي التي جعلها الله عز وجل وعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين، وعبر عنها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأحاديث شريفة أخرى. أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة المباركة لهذه النعمة الكبيرة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى علينا. لا، ليست نعمة، من أعظم النعم في زيارة الجامعة، خلقكم الله أنوارا إلى أن يقول أنوارا حتى
حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع. هؤلاء أنوار ليسوا في متناول أيدينا. أنا أتمكن أن أنال النور؟ مستحيل، لا توجد سنخية. الله سبحانه وتعالى من علينا أن جعل هذه الأنوار بصورة نتمكن أن نقترب منهم، نتمكن أن نلجأ إليهم، نتمكن أن نتمسك بهم، حتى ينطبق ذلك الكلام: ما أن تمسكتم بهما خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. حتى من علينا بكم، كيف من علينا؟ هذه منة، هذه ليست نعمة، منة، هذه النعمة الكبرى. فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أبارك لكم الذكرى السعيدة المباركة العطرة لنزول هذه المنة بميلاد سيدتنا ومولاتنا روح رسول الله صلى الله عليه وآله الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمين